فتن عبيد بن القرية بجدة وبحرها وغير قناعته بأنه قريته هي العالم، وحلت مكانها جدة لتكون حافة الدنيا الجديدة. خاض غمار تجربته الوليدة في الجامعة متأثراً بشيء من السحر، لكنه سحر الكلام والإقناع. عمل في الإجازات مجاناً ليطور مهاراته في تخصصه، إلا أنه مشكلة التأتأة القديمة ظلت تلاحقه وكأنها خنجر في خاصرته، تهدد مستقبله العملي وشغفه بما يفعل. فقرر عبيد خوض معركته ضدها بسلاح العزيمة وقوة الإرادة، وانتصر على عقدة لسانه ومخاوف نفسه. طبعا كان ابن عمي الدكتور طلال معيد في الجامعة، وكان ابن عمي محمد مهندس في آخر سنة في كلية الهندسة، فهم اللي ساعدوني جزاه الله خير. طبعا رحت وسجلت في كلية الاقتصاد والإدارة. ليش سجلت في كلية الاقتصاد والإدارة وأنا ممكن أروح كلية علوم ولا كلية علمية وأنا في الجيد في المعهد؟ يعني لأن ابن عمي طلال كان في كلية الإدارة، رحت كلية الإدارة سجلت فيها. طبعا أول يوم أخذني ابن عمي مهندس محمد، الدكتور محمد الله يرحمه توفي، أخذني على أول قاعة دراسية وقال لي هذه قاعتك وهذا مدرسك وهذا جدولك. اختلفت الجامعة، اختلف نظام الجامعة عن النظام الثانوية. طبعا كان قدامي تخصصات كثيرة، إدارة أعمال، مالية، محاسبة، إيش أخذ؟ قلت أفضل شيء أني أجي وأشوف القاعات والمحاضرات، إيش أفضل مادة ممكن تتراسل معي. طبعا الله وفقني أني أخذ هذه الفكرة. شفت أستاذ جميل المظهر، نظيف الثياب، قلت والله هذا شكله كويس الأستاذ هذا، أستاذ ممكن أخش المحاضرة أسمع. قال لي تفضل يا ابني أجلس. جيت وجلست، قام يتكلم على شيء زي السحر بالنسبة لي، البيع، الشراء، التسعير، بحوث التسويق، المنتجات، شيء ملامس حياتي كل يوم أسويه وأشوفه، بس تكلم به كلام أكاديمي جميل بصور. قلت والله هذه المادة ممتازة، هذا بتخصص فيها. شو اسم المادة؟ قالوا تسويق. قلت بس هتخصص إدارة أعمال تسويق. الأستاذ الله يجزاه خير الدكتور ياسر الخطيب، إلى الآن علاقتي معه ممتازة جدا. خلاص رحت تخصصت إدارة أعمال مركز على التسويق. كنا سكننا سكن الطلاب، من أجمل ذكريات العمر أنك تسكن مع في سكن الطلاب، معك طلاب من كل أنحاء المملكة، بدل ما كنت في قرية أبناء تعرف كلهم تعرفهم، تعرف عوائلهم، وهذا ولد فلان وهذا ولد فلان، إلى جامعة كبيرة، هذا من الشمال، هذا من الجنوب، هذا من الغرب، هذا من الشرق. فكانت بوتقة حقيقة لي